السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد عسيري من المملكة العربية السعودية من مدينة جدة، بس أصلي من منطقة عسير. ولدت وترعرعت في مدينة جدة، بالتحديد في النزلة الشرقية. بدأت الرسم طبعا وأنا صغير، لسه ماني واعي إيش هو الرسم ولا عارف إيش هو الرسم. كانت الوالدة تقول لي بتشخمط على نفسك وانت صغير، يعني حتى نشيل الألوان منك حتى لا تعدم كراريس أخواتك اللي أكبر منك وكذا. إلى ما وصلت للابتدائي، أولى ابتدائي، أنا بدأت أن عندي ألوان وعندي كراسة ملكي، فكنت أخلصها في نفس اليوم، يعني يدوب أرجع في مرحلة الرسم في حصة الرسم برسم وبرجع البيت أكمل الكراسة كلها بنفس الشيء اللي كان يعطيني الأستاذ. إلى ما وصلت لأني أخلص 6 كراريس في الأسبوع تقريبا، من مصروفي بشتري الكراريس، أحاول أخلص. حتى في بعض الأساتذة في البدايات كانوا يعاقبوني. في ثاني ابتدائي في مدرسة طارق بن زياد جدة، وجدت أستاذ عبد الله الزهراني، هو فنان تشكيلي قديم. الأستاذ عبد الله الزهراني تحمس لكراريسي، فكان يأخذها كلها ويشجعني. فتفاجأت أنا في أحد المعارض تبع المدرسة إن لي سايت كامل كله محمد عسيري. دخلت على المرحلة هذه وأنا استغرب، يعني ليش عرضوا لوحاتي؟ يعني أنا توقعت في عقاب أو في شيء. فأخذ اللوحات اللي هي تبعي وإنه لي سايت كامل، حمسني لأبعد الحدود إني أنا أقرب. حتى في افتتاح المعرض قربت من اللوحات، أبغى أسمع الناس إيش يقولوا عن لوحاتي، يعني بحماس طبعا بشغف كمان. إلى ما وصل إني أسمع الناس وأتحمس، رجعت أحكي الوالدة إنه صار لي كذا وصار لي كذا وصار لي كذا، أعطوني الشهادة هذه. كانت في ثاني ابتدائي. ثالث ابتدائي بدأ الحماس عندي يزيد إني أسوي أشياء أكبر، فبدأت من الكراتين اللي في الشارع تبع المخلفات، أبني بيوت وأسوي مجسمات وأسوي كذا شكل، لأن لقيت من يشجعني في ذاك الوقت اللي هو أستاذ عبد الله الزهراني. وعملت سيارة من الخشب وحطوا عليها لا للمخدرات، كان أيامها عن أسبوع مكافحة المخدرات، فلقيتها برضو معروضة، وبالعكس حاطين عليها إضاءات وأنوار وكذا. فتقريبا ما كنت بعرف أنه في فن مفاهيمي، فهذه كانت شبه مفاهيمية. انطلقت في المرحلة ذي إلى ما دخلت في المتوسطة. في المتوسطة طبعا بالإضافة لك كنت منشد في المدارس، أنا في المدرسة في نفس مدرسة طارق بن زياد كنت المنشد في الفسحة. إلى ما وصلت طبعا تخرجت من مدرسة طارق بن زياد، دخلت على ابن سينا، من ابن سينا رحت على مدرسة عكاظ. في مدرسة عكاظ لقيت أستاذ من الجالية المصرية حمسني كثير، إنه كان هو طبعا منشغل في أشياء فتعلمت أنا منه، وإحنا نطلع طبعا نرسم، كان بيشيلني معاه بيسمح لي اخذ مثلا الدريل الكري مقص الزاويه المنشار الزاويه، الى ما تعلمت كيف انا اقصقص الزوايا، كيف انا اسوي الشغل حقي بالديكور، ربطت الديكور بالفن. استقال الاستاذ الرسم فجاه وانا في ثالث متوسط، من ما طلب مني استاذ الرسم، سال مدير المدرسه طلب مني اني انا ارسم، طبعا بدون ذكر اسم المدرسة، اني انا اعلم الطلاب اللي اعرفه لانه معترفوا به هناك، شاركت معهم في اكثر من مرة. رسمت اكبر لوحة جدارية اللي هي 10 امتار في مترين في حديقة الامير ماجد الله يرحمه، وانعرضت لمدة 3 سنوات، بدأت فيها من بعد صلاة الفجر الى تقريبا العشاء. بس اتفاجأت انا طبعا ثالث متوسط، اتفاجأت انه في أطفال جو بدوا يمسكوا الفرش وأنا اللي راسمها، يعني ما كان شافوني إلا غير جريدة المدينة واحد من الصحافة، فقال لا هذا اللي رسمها أنا شايفه من الصباح قاعد بيرسم. فأنا جابوا باص مدرسة كامل بدأ يرسم في لوحتي عن أسبوع الشجرة. هذه سببت لي حاجة من الإحباط، إضافة إلى أنه رسمت أكبر لوحة جدارية اللي هي أطول، كان مسابقة مع فرنسيين، الأستاذ الفنان التشكيلي القدير عبد الله النواوي كان من اللجنة معانا من الوفد الفرنسي مجموعة، أخذت الأول أنا فيها، هذه انضافت للمدرسة.
الحاجة الثانية إنه طبعا كنا نرسم في شارع قابل في جهة سوق العلوي. بعد كذا تطورت المرحلة عندي إنه استقال الأستاذ الرسم، إحنا عندنا لازم نشارك في أسبوع معارض جدة، معارض المنطقة الغربية. اضطر مدير المدرسة إنه يقول لي معلش أنت امسك غرفة الرسم وحاول تسوي أي شيء تكمل شغل الأستاذ. من ما عطلني عن الدراسة صحيح، لكن مع أني كنت شاطر من الأوائل أتعطلت وأنا أحاول أن أدرس الطلاب وأطلب منهم، يعني قمت بدور المدرس. رسبت آخر السنة سقطت في الإنجليزي في درجتين تقريبا، جيت أطلب من الأستاذ ليش أنا كنت مجتهد وإنت اللي كنت تقول لي روح، فقال لي ما حد ضربك على يدك وخلاك ترسم. هذا الشيء خلاني أبطل الرسم 16 سنة، يعني اضطريت ان انا انتبه لدراستي واترك، يعني ممكن حتى لين تزوجت، زوجتي كانت تقول لي نشتري لوحات، كنت اقول لها لا، لانه بعرف انا ارسمها، يعني اللوحات هذه كلها اللي تبغى نشتريها انا برسمها، ديكور بيتي انا بسويه من جبس من تعتيق من اي فن بسويه انا في بيتي، حتى تنسيق الديكورات وكذا بسويه بالاضافه الى مساعده زوجتي معايا. جاء إلى أن قابلت الفنان القدير فايز أبو هريس. فايز أبو هريس كان له فضل كبير علي، من لا يشكر الناس ما يشكر الناس لا يشكر الله. فايز أبو هريس قابلني في إحدى الخيام أنا مع الشباب الحارة نعزف، وهو كان طبعا مديرهم في الصحة، فجاء قاعد معي قال أنت لك في الميديا وفي كذا، قلت له أنا بالكمبيوتر مبرمج وكذا وكذا. جاني قال لي أبغى أزورك في البيت، زارني في البيت قال لي أنت يا ولدي ترسم؟ قلت له أنا أرسم. قال لي ممكن توريني؟ قلت له طيب رسمت. قال لي خذ هذه الفرش ومشي الحين. قلت له أنا في السعودية ما سنوات اشتغلت في الإمارات، وبالإضافة لسجلت في استوديوهات لحنت لكم فرق من الفرق اللي موجودة في الإمارات. لما رجعت قال لي يا ولدي لازم ترجع للرسم في جاليريات. قلت له معقوله في السعوديه في؟ معلش يعني ما كنت ما بعرف. قال لي انزل لف بجده كلها وراني، انا انبهرت، ولف على المحلات اللي يبيعوا الادوات التشكيليه. تحمست ثاني يوم على طول فرشت كنفس كبير واضطريت اني اتصل له اقول له تعال شوف انا ايش سويت. قال لي ابدا بلوحات صغيره وخليك في السكاكين انت فنان. قلت له لا تعال شوف. فجاء شافني انا قاعد برسم على كنفس كبير مسمر على الجدار، وطبعا كان زي السيل اللي كان محتجز لمدة 16 سنة انفك السيل. انا طبعا وصلت لمرحلة اني شغوف، يعني صرت ما بقدر اترك الرسم، حتى وانا في العمل برجع على بيتي بسرعة عشان ارسم. طبعا انا في بيتي بنام هنا، يعني اضافة عندي جناح المرسمين، طبعا بنام في السرير هذا، بفرح لما اصحى وأنا قدام لوحاتي وسط لوحاتي، برجع على مرسمي بيزورون أصحابي كل ربوع وخميس وجمعة، بيقعدوا معاي بنرسم في نفس المرسم أو بنرسم في جمعية الثقافة والفنون. توظفت في جمعية الثقافة والفنون كسكرتير عام جمعية الثقافة والفنون بعد ما جلس معي الأستاذ عبد الله التعزي، إضافة إلى أنا كنت طبعا في عملي في كتاجر في أعمال الشحن. قال لي نبغاك تمسك معنا، تنظمت فعالية قبل كذا ونجحت، ونبغاك كل ما نقول للشباب يقولوا محمد عسيري ممكن ينظم لك. فأنا فكرت في اضطريت أني أتمنع، خايف أني أنا أفشل، لأنه صاحب شغلتين يقولوا كذاب، خايف أني أفشل أنا في الوظيفة وما أحب أحط يدي في حاجة وتطلع الثاني، أو أني ما أدخلها بالمرة، يعني يا إصرار وأخطط له وتكون ماشية زي البرق، أو أني أنا بعد طبعا بعد عون الله وتوفيقه، أو أني أنا ما أدخل فيها. فأقنعني أني أنظم معاهم وأشتغل كسكرتير. 3 شهور أنا ما سلمت السيرة الذاتية، نظمت اللي أقدر عليه، كنت أشتغل، كانوا يقولوا لي ما في شغل، لكن أكثر هدف كان عندي كنت أقول الشيء اللي أنا ما فقدته ما لقيت أحد يرعاني ممكن أنا أقدمه لكثير من الأجيال، يعني لن تشعر بمعاناة الآخرين حتى تسير على خطاهم ألف خطوة. فأنا عشت المعاناة إنه ما في أحد يرعاني، فقلت ليش ما أنا أدخل الجمعية وأحاول، يعني غض النظر عن أعمارهم أو جنسياتهم إيش ما كانوا، طالما دعسوا على أرض المملكة العربية السعودية
لابد أن نرعاهم ونعكس وننشئ جيل واعي مثقف يخدم دينه ووطنه وثم المليك، يحاول أنه قد ما يقدر قد ما أقدر أنا أني أنجز الأعمال بأسرع وقت ممكن لهم. أحاول أن أنا واللي معايا، طبعاً أنا وجدت ناس في الجمعية من أميز الناس، أستاذ عبد الله التعزي، أستاذ خالد الكديسي، أستاذ تغريد وزنة، أستاذ رهيفة، حسام برهان، يعني لقيت أنا مجموعة بالإضافة لترابطي معاهم من بعد ما دخلت التشكيل من جديد في تعاون، فبدأت أنا أخطط معاهم، بدأنا نشتغل. الحمد لله الآن جمعية فرع جدة قاعدة تحقق أهدافها بفضل الله، بدأ تستقطب من كل المملكة الأطفال والكبار، حتى كلهم يقول لا نبغى إحنا فرع جدة. يعني ليش فرع جدة؟ ممكن كثير يسألوا نفسهم ليش فرع جدة بالذات، لأنه فرع جدة يخدم الفنان للفنان. طبعا خلصت المرحلة المتوسطة واضطريت أني أنا أكمل دراستي الثانوية بدون ما أنا ألتفت للفن. دخلت المرحلة الجامعية في الكلية التقنية لجامعة متوسطة، دخلت فيها كإدارة مكتبية، بعدين سافرت إلى الإمارات ودرست إدارة وتخطيط استراتيجي كمستشار في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. الشباب طبعا هنا في مدينة جدة يرفع معنويات، فيه تحس فيه منهم تعاون وفي ثقافة. لما رجعت أنا طبعا للفن بعد ما خلصت المرحلة الثانوية، طبعاً بعد ما خلصت المرحلة الثانوية أنا قطعت الفن، قلت 16 سنة بعد ما تزوجت. زوجتي طبعاً ما كانت تعرف أني أنا أرسم، لما بدأت تشوف لوحات صارت تسأل الوالدة محمد يرسم، يعني ما كانت تعرف أني أنا برسم، كانت تقول لها محمد بيرسم، قالت لها كان محمد من أميز أبنائي في الأشغال في الرسم، في بيحب القراءة. طبعاً كل أسبوع لابد أغلق 3 كتب تقريباً أقرأها، لابد الإنسان حتى تسأله خبرتك وين وصلت، يعني يكون مواكب عالمياً ومحلياً يعرف وين وصل الفن. يعني لو واحد جاء سألني أو سألته أنا أنت قديش خبرتك، يقول لي خبرتي 20 سنة. طيب إيش آخر 3 كتب قرأتها؟ إيش في مجالك؟ إيش آخر 3 كتب قرأتها؟ أما 20 سنة إنك أنت قاعد في محلك سر، حتى في الفن التشكيلي 20 سنة إنه أنا أثبت زي ما أنا، هذه شغلة صعبة. يعني 20 سنة إيش قدمت جديد؟ إيش التطور؟ الفن وصل لفين؟ لابد تقرأ وتطلع. يعني في بعضهم أرسل لهم أنا يوتيوب، برسل لهم مقال، يقول لي لا يا شيخ أنا، يعني هو ثابت محلك سر. الثقافة مهمة، وهذا هدفي أنا يعني في حياتي، إني أنا أطلع كفنان وفي نفس الوقت أخدم أبناء وطني من اللي شغوفين بالفنون، وإني أنا أكون يعني معاهم قلبا وقالبا، أعلمهم أثقفهم إلا أقدر عليه بسوي معاهم. طبعا بدأت بالمدرسة الواقعية لأنها أساس، يعني التأمل ضروري في واقعك، في واقعك المعاصر. يعني حتى إحنا ما عرفنا تاريخ المصاريا، الأخوان المصاريا، أو إلا من خلال فنونهم اللي تركوها. الفن الواقعي لابد أن نتعلمه من جذوره، لأنه هو أساس في الأرض، زي البناية اللي هي ناطحة صحاب، كل يوم أبني دور لكن أساسها هو الواقعي. لأن أنا بنظر بحلل الشارع، بحلل الجبل، بحلل الشجر، بحلل الألوان، فلابد الفنان يجيد الواقعية تبعه، ولابد أنه يسجلها، لأنه بعد 100 سنة 200 سنة حيعكس أنا
حضارتي كيف كنا عايشين في ذا الوقت بعد 300 سنة 200 سنة. حتبقى اللوحات إن شاء الله تثبت وتتكلم عننا وعن واقعنا اللي كنا عايشينه. أجدت الواقعية بفضل الله مع كثرة الممارسة والاختزال البصري، لأني أنا أصبحت أمشي في الشوارع بحلل الألوان بكل أنواعها، بحلل السكة. يعني مثلا عندي رسمة الخل كان فيها 14 لون رصاصي، رصاص الأصفر، رصاص الأخضر، رصاص الأزرق، رصاصي. فتنظر لأنت لما تشوفها في مجملة تشوفها لون رصاصي لا وأبيض، لكن لا، لوحة الخيل كان فيها 14 لون رصاصي حتى يكون في إثراء في اللوحة، اللي هو الألوان تكون متوزعة. عشان أوصل للواقعية طبعا أنا تأثرت ببيدرو كامبوس الفنان الأسباني، أني أحاول أوصل لما وراء الواقعية اللي هي الفوتوغرافية البحتة. فهذا كان خلاني أنا أمر بكثير من المدارس. طبعا تأثرت بفنانين كثير من الأخوان العرب ومن المنطقة من السعودية، لكن الفنان بيدرو كامبوس أنا حبيت أوصل لفنه، لأن بيدرو كامبوس الفنان الإسباني بيرسم ما وراء الواقعية، يعني بيرسم الفوتوغرافي، اللوحات تبعه كأنها صورة فوتوغرافية بتفاصيلها بدقتها بألوانها بكل شيء. فهذا من الشيء اللي بهرني. طبعا تأثرت وجهوني، تأثرت بلوحات الجمالية تبع كل الفنانين. عندكم عندنا الفنان الأستاذ طه صبان الفنان القدير، تأثرت بالتعاون وبالطيبة ودعمه للفنانين فأثر فيها كثير. تأثرت طبعا بجمال لوحات الأستاذ عبد الله إدريس، تأثرت بكثير في من لوحاته وأساليبه وفكره اللي خارج عن المألوف. الأستاذ عبد الله النواوي، تأثرت بألوان الرباط اللي هي ريحة للنفس وللقلب. الأستاذ محمد الشهري في الملامس، الأستاذ نهار مرزوق في المدرسة التخطيطية، الأستاذ منذر شرابي من سوريا في المدرسة التخطيطية، المدرسة النقطية. طبعا في فنانين كثير لكن غير عرب كنت بتابعهم. طبعا الأستاذ الأب الروحي اللي اعتبره فايز أبو هريس كان ملازمني وكان يقول لي لا اللوحة كذا مش حلوة، كذا حلوة، كذا تمام، انت ماشي مزبوط، الشفافية شوف كذا. فكان يوجهني توجيه دقيق الأستاذ فايز أبو هريس. عندنا كمان في بالنسبة للفن للفنون المدارس، طبعا المدرسة الواقعية أصبح نادر من يكون متواجد فيها في السعودية، أصبح كلهم يتجهوا للتجريد. طبعا أنا عندي شوية تمرد أنه أحب أكون مع الفن التشكيلي بكل أنواعه، لأن الفنان زي ما أذكر دائما فنان إنسان نادر لابد أن يجد الجمال أينما وجد. فأنا لكن في شيء أساسي، لابد أنك لما ترسم الواقعية ترسمها بجمالها، تنتقل لمدرسة تأثيرية لابد تكون قمة في الجمال، لأنك هنا حيقولوا لو خلاتك في الواقعية أحسن لك. لو انتقلت للمدرسة التأثيرية أو الانطباعية أو كل هذه لابد أنك أنت تجيدها، ولا تخرج لوحة إلا تكون على قولهم 5 ستار، تكون توب اللوحة. لأنك أنت لو رسمت ونزلت خلل في لوحتك حيقولوا لو أنه قاعد في التجريدية أفضل له. في كثير من الفنانين انتقلوا إلى المدرسة التجريدية مباشرة لأنه تعب في الواقعية ما يعرف يشرح. لا، الواقعية بالأصح هي أساس الفن. دائما وانتقدوني قالوا لا تقول إنه الأساس وإنه طلوع لفوق، لا، هي زي أساس أنا أغرسه في الأرض، زي الجذور ثابتة في الأرض، أو زي أساس بناية ناتحة السحاب. لابد تكون واقعيتك قوية، لابد أن يكون مختزلك البصري يتوافق مع مختزلك الحسي اللي هو الرسم باليد، حتى أنت تقدر تنتج اللوحة اللي أنت تبغاها. فهذا بالاطلاع الكثير، بالتحليل الكثير، بمتابعة الناس وين وصلوا في فنونهم، بأنك تفكر كثير كيف تنتج لوحاتك وكيف تخرجها لأبعد حدود، ترسم سكتشاتك، تحاول تبدع بقدر ما تقدر في لوحتك. لا تأخذ رأيك لحالك، لأنه رأيك لابد أن يكون صحيح. من كثر ما أنت تطالع في لوحتك حتحبها وحتربط معها صداقة، بعد كذا ما حتقدر تعكس الصورة الحقيقية لأنك خلاص أنت
لوحتك عجبت عجبت بلوحتك كثير. طبعا اعجابك بلوحتك هذا يضيعك، لكن اسال من حولك، اسال المقربين، اسال زوجتك، اسال ابنك، اسال اخوك، اسال كل الناس اللي حولك حتى الصغير والكبير ايش رايك في اللوحه. الصغير على طول حيقول لك الوانها وكذا كذا، الكبار حيبدوا يقول لك لا حلوه مو حلوه. اي لوحه ترسمها لابد انك انت تستشير الناس كلهم. طبعا انتقلت انا من المدرسه الواقعيه للمدرسه التأثيرية بالمصادفة. طبعا الأستاذ عبد الله إدريس، الأستاذ الكبير الشيخ إدريس، أنا رحت له وشفته هو يرسم في بيت التشكيلين، عجبتني المدرسة هذه كثير. لكن كنت أنا أقول يعني الشيخ إدريس طبعا ما شاء الله محترف في المدرسة هذه. الأستاذ سعيد قمحاوي في مرة قاعد أوريه أنا وأنا أرسم ابني، ف وقف عند مرحلة من المراحل وأنا أرسم، قال لي أنت حتوصل لذي المرحلة. قلت له هذه المرحلة أنا أسس بها. قال لي هذه المرحلة هي المرحلة التأثيرية، إحنا نبغاك زي كذا. ليه المرحلة التأثيرية؟ المرحلة التأثيرية هي تعكس روح الفنان. يعني أنا الألوان اللي بعملها، الألوان اللي بعملها هذه بتعكس روحي أنا أصلا على اللوحة قبل ما أنا أوصل للفوتوغرافية الواقعية. فأنا بعد ما خلصت التشريح حقي وكملت، حتيجي تلقى أنت ألوانك اللي أنت في عكست ذاتك في هذا الوقت انتقلت للوحة. فهم أكيد يبغوا الانطباع الأول من الفنان اللي هي الضربات اللي خارجة من الروح، ما يبغوا الفوتوغرافية. يعني أنا هذا اللي فهمته أو المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية حتى نوثق حياتنا المعاصرة. التجريدية هي انعكاس لذاتي، التأثيرية هي انعكاس بألوان من عقلي من رأسي أنا أسس بها، تعكس أنا كيف أنظر للوحة بألواني. طبعا هي مراحل، لكن لما نرسم واقع، الواقع هذا خلاص اني انا بعد 100 سنه 200 سنه لازم احط في راسي ان انا اوثق حضارتي. كثير يقول انت متمرد لانك انت قاعد تتنقل من مدرسه لمدرسه، لكن ما كثير ما فضل الله ما انتقدوني على المشهد البصري اللي هو اللوحات. انتقلت للكولاج. طبعا الكولاج انا تاثرت بكثير فنانين ما أعرف أسماءهم على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى الشبكة العنكبوتية بصفة عامة. كنت أشوف اللوحات بقول يعني كيف سوى بالجرائد، كيف عمل. طبعاً كنت بنام وأصحى على اللوحات، من يعرف أتصرف من أي من أين من فين أبدأ، لأنه أصلاً في السعودية هنا ما قد أحد سوى دورات عن الكولاج. فكانت أول لوحة اللي هي في مسابقة أستاذ عبد الله القصبي، الأديب عبد الله القصبي، فرسمته هو و مضاوي سيدة الأعمال مضاوي الحسون بأسلوب الجرايد. كانت أول تجربة لي. بعدها انطلقت بأفكار كثيرة من بالنسبة للكولاج. أتقنت الطريقة بعد ما كنت أنام أنا على الجرايد. يعني كنت بروح أشتري جرايد مجلات ما نعرف إيش اللي أتصرف بها، وهلا بد الفنان إنه يجرب ويجرب، لأنه أي تجربة أنا فشلت فيها حتفيدني التجربة هذه، حتفيدني التجربة هذه في مراحل ثانية. يعني أي فشل فشلته في اللوحة، اللوحة ما تخرب، حتستفيد منها في لوحات ثانية تالية.
طبعا عرفت انا في الفن التشكيلي عبر المعارض وزيارتهم، احتكاكي بالفنانين بالإضافة إلى الفيسبوك. فكنت أنا أحاول أنه أنا أكلم نفسي حتى في ورش العمل، أقول هذه لوحتي هتكون أفضل لوحة، هتكون أفضل لوحة، أشجع نفسي. فأصبحت أنا شغوف أنه لوحتي تقنع الكل، يعني لأنه هي الشيء الوحيد في الفن اللي هو الرسم، الفن التشكيلي غاية تدرك عند الناس كلهم. يعني ممكن انت توصل توصل الناس كلها، الفنان يقتنع بك، الامير يقتنع بك، العامل يقتنع بك، كلهم يقتنعوا بك، تقدر تقنع الكل، لان الله عز وجل حط الشجر واقنع الكل، حط السماء واقنع الكل، حط الالوان. احنا نحاول قد ما نقدر نعكس الجمال اللي خلقه ربي، فلا بد نعكسه بالشكل الصحيح، وتاكد ان الكل حيقتنع به لو انت استعملت الشيء الصحيح في الفن. طبعا ما احب الانحراف الفكري في الرسم، احب الرسم يكون اوريه لكل، حتى في القرى انا اوريهم، يعني اطلع ممكن للقرى اوريهم كيف، لكن اني انا انحرف بهم فكريا هذا انا ادور لاسلوب مادي او شيء زي كذا. لا، اذا تبى تعلم الفن او انك تبى توجه للفن او انت تتوجه للفن، اصبر، اتحمل شويه، تتحمل شوية، حتتعب شوية صح، على بال ما تكتشف، على بال ما الناس يقتنعوا بلوحاتك. هذا الشيء مو سهل، لكن يحتاج انك انت تكون جاد، مو تقعد على لوحة واحدة وتطنشها وبعد ما تخلص من اللوحة تقول لا انا خلاص ما حد اقتنع بي، ما حد. لا، لابد تحتك بالناس، لابد تكون مع الناس، لابد ترسم عشان من اجل الناس مو من اجل ذاتك.